بابا بس قلي انت كيف قدرت تطلع من السجن؟ هلا بصراحة ما بعرف، في محامي اسمه سرتك اجى لعندي. وهذا سرتك هو اللي خلصني من السجن. أنا بكون سرتك وملهر ابن أخي. بشوية تزاكي قدرت لاقي شي بقدر استخدمه كدليل قوي اثبت فيه براءتك. هدول الرسائل ممكن يكونوا مصدر سعادة لكلياني. نستخدم هالرسائل لنثبت انه قتول بريء، وقتها منقدر نطالعه من السجن حتى. وعلى أساس هدول الرسائل منقدر نثبت انه مادهوري كان عنده نية قتل حالة، يعني عم تعمل شي سيء. إذا نجحنا بإثبات هالشي منقدر نطالع قتول. عن جد؟ إيه؟ يا سرتك يا سرتك أنا بكون ممنون إلك طول العمر. شكراً إلك. اليوم يا كبيرة كيف صار هيك؟ هاد كله صار بسبب زوجة لكلياني يا قتول. زوج كلياني؟ شو هالمزحة هاي؟ كيف يعني كلياني تزوجت؟ هي لساتها طفلة، كيف يعني؟ كلياني؟ كلياني قولي هالحكي كذب، قولي أي شيء، قولي. هات هات اللي لابستي. شو اللي لابستي؟ اشلحي اشلحي كلياني، يلا اشلحي اشلحي بسرعة. خالي يعني انت ما بتعرف انه بنتك الوحيدة تزوجت؟ هالشي كمان بيعني انك ما بتعرف انه بنتك الوحيدة صار في عندها ولد كمان. ولد؟ شو هالحكي اللي سمعته؟ ولك لك مين هو؟ مين تزوجت؟ مين هو؟ ليك يا خالي هاي صهرك اجى لهون. عمي قتول ملهر. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.